لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. باب ما جاء في قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، وروى حديث المعراج. قال الشيخ الغنيمان حفظه الله: قوله ثم عرج إلى السماء الثانية فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى، يعني أن جبريل استفتح فقالوا من، فأخبرهم كما مضى. كل قوله كل سماء فيها أنبياء قد سماهم، فوعيت منهم إدريس في الثانية، ودي من مخالفات شريك، وهارون في الرابعة، وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه، وإبراهيم في السادسة، وموسى في السابعة. قال الحافظ: كذا في رواية شريك. وفي حديث الزهري عن أنس عن أبي ذر ذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وعيسى وإبراهيم ولم يثبت منازلهم، غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا، لتكون هناك اتفاق على ذلك، وإبراهيم في السماء السادسة، وهو موافق لرواية شريك. والأكثرون خالفوا في ذلك فذكروا أن موسى في السادسة وإبراهيم في السابعة كما في رواية قتادة، وسياق روايته يدل على رجحانها، فإنه ضبط اسم كل نبي والسماء التي هو فيها. وقد انتهى كلام ابن حجر، وده أصح، أو نقول محاولة الجمع، وده مقدم رغم شيء من التكلف. وقد حاول الحافظ أن يجمع بين الروايات بأن موسى كان وقت العروج في السادسة وإبراهيم في السابعة، ثم انعكس الأمر عند هبوطه، وهذا جائز ولكن يحتاج إلى دليل. قال: ويحتمل أنه لقي موسى في السادسة ثم صعد معه إلى السابعة، لأنه هو الذي صارت المحاورة بينه وبينه من أجل تخفيف الصلوات، فالله أعلم. والراجح ما صرح به، انتهى كلام ابن حجر أيضا. يقول: والراجح، ده كلام الشيخ، ما صرح به في هذه الرواية، وقد نص على أن سبب رفعه إلى السابعة ما خصه الله به من التكريم بكلامه، كما قال موسى في السابعة بتفضيل كلامه لله، وفي بعض نسخ بتفضيل كلام الله، وهي أظهر على المراد، لأن المقصود إثبات تكليم الله لموسى وليس تكليم موسى لله عز وجل. وهذا هو محل الشاهد من الحديث، وإن كان بقية الحديث فيه دلالة واضحة على تكليم الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم. قد سبق أن ذكرنا أن لم يرد نص صريح في أن الله كلم محمدا صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، بل يجوز أن يكون عن طريق مناد، كما قال: فنادى مناد أن أمضيت فريضتي وخففت على عبادي. فهذه الرواية الصريحة في أن مناد نادى، وهذا ينادي بكلام الله، ولو كان الله عز وجل هو الذي نادى لصرح بذلك، وهي رواية في الصحيح. وأما ترجيحه أن هذه الرواية هي الراجحة، فلو كان الترجيح من جهة الرواية من جهة الرواة، فلا شك أن رواية الأكثر هي الأصح والمنضبطة. وأما مع الجمع الذي ذكره ابن حجر، فموسى في السابعة انتهاء، لأن الذي في السماء يمكن أن
يجول فيها كما يشاء، فإن كان في السابعة يمكن أن ينزل إلى السادسة ثم يصعد ثانية، ولكن لم يتجاوز بعد السابعة، فهذا الجمع ليس يعني بعيدا أنه كان في السادسة ثم صعد إلى السابعة، وأن إبراهيم كان في السادسة كالمستقبل لمحمد صلى الله عليه وسلم ثم صعد معه إلى السابعة، لنجمع بين الروايات، مثل ما يعني يحدث أن يكون المستقبل يخرج خارج الدار ليدخل يعني مع الضيف إلى أو مع الزائر إلى الدار التي هو فيها. فإذا موسى عليه الصلاة والسلام يصعد إلى السماء السابعة يمكنه ذلك، وإبراهيم يمكنه أن يكون في السادسة والسابعة. والصواب الذي لا شك فيه أن إبراهيم أفضل من موسى صلى الله عليه وسلم، بنص الحديث الذي في مسلم، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية، فقال: ذاك إبراهيم عليه السلام. وهذا إما من باب التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال ذلك لم يكن أوحي إليه أن إبراهيم خير البرية، أو حصل له من الفضائل ما صار به بعد ذلك خيرا من إبراهيم صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر يعني إما الأول أو الثاني، والله أعلم. دخلت الحديث، دخلت الجنة وجدت إبراهيم معه ولد الناس. طب وين في حيني؟ لا، في تعارض بين السماء السادسة والجنة. بيسأل بيقول في تعارض بين الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المنام الطويل قال أنه رأى إبراهيم عليه السلام وحوله أولاد الناس، رأى شيخا كبيرا وحوله أكثر ما رأيت من غلمان، فقيل في آخر الرؤيا أن إبراهيم في الجنة ومعه أولاد الناس، قيل وأولاد المشركين، قال وأولاد المشركين. فهذا هل يتعارض مع أنه في السماء السادسة؟ قطعا لا يتعارض، فإن هذه المنازل العالية في السماوات ينتقل فيها الأنبياء ويدخلون الجنة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد صعد فوق السماء السابعة بما لا يعلمه إلا الله ودخل الجنة أيضا. فهذه الأماكن واسعة جدا، عظيمة جدا، الحركة فيها ليس فيها محذور، والجنة عرضها السماوات والأرض، فلذلك لا مانع أن يكون فيها وفي هذه الجنات، كما رأى سدرة المنتهى في السماء الدنيا ورآها في السماء السابعة، فهي سدرة عظيمة جدا، الله أعلم بها. قال بيقول: وإن كان في بقية الحديث دلالة واضحة على تكليم الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويلوز أن البخاري أراد ذلك أيضا، فكأنه يقول: كما أن الله عز وجل قد كلم موسى تكليما وموسى في الأرض، فقد كلم عز وجل محمدا وهو فوق سبع سماوات. هو طبعا اللي يقول يقرأ الأحاديث اللي الإمام البخاري ذكرها يقول ما الكلام ده غير صحيح، هذا ليس مراد البخاري. مراد البخاري إثبات أن الله كلم موسى تكليما بالأحاديث، وليس أن إثبات أن محمدا صلى الله عليه وسلم كلمه ربه. وقد خص الله موسى بالتكليم، فقال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. وقال ابن عباس: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والتكليم لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فقد رأى ربه بقلبه كما صح ذلك، رؤية حقيقية بالقلب. لذلك نقول أن يعني لم يرد دليل صحيح صريح
في أن الله كلم محمدا صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، وكونه ارتفع فوق جبريل لا يلزم أن يكون الكلام مباشرة سمعه بلا واسطة، فقد يكون إلهاما وقد يكون مناديا، الله أعلم بمكانه، يأمره الله بذلك، فالله أعلم. ولا نثبت إلا ما ورد في الكتاب والسنة. الخلاف سائد في المسألة. أسمعه الله كلامه، ولكن لا نقول بواسطة ولا بغير واسطة، ده أقصى ما يمكن. والدلائل التي تدل على أنه كان بواسطة كما ذكرت حديث فنادى مناد أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، فهذا يدل على أنه لم يكن من مباشرة، والله أعلم. خلاف سائغ، هل كلمه كما كلم موسى بلا واسطة من وراء حجاب، أم أنه كان بإلهام أو بسماع بوحي من ملك أو غير ذلك، كل ذلك محتمل. فإحنا ما نجزمش بحاجة لم ترد نصا في الأحاديث، وفي إشارات إلى أن ذلك اختصاص لموسى، ومحمد صلى الله عليه وسلم أعلى منه، ولكن لا يلزم أنه كلمه الله وأنه جمع له كل الفضائل، هذا غير لازم. حديث اختصام الملأ الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، فقال لي يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى. طب ما احنا كل القرآن فيه كلام الله عز وجل، قال الله، وهذا يا أيها النبي، هل يلزم من ذلك أن الله حين كلم النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي كان بلا واسطة؟ ما يلزمش، ما هو ده وحي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه خطاب من الله للرسول صلى الله عليه وسلم. احنا بنتكلم في اثبات كيفية معينة انتوا بتقولوا عليها القائلين بان هذا تكليم من الله للرسول صلى الله عليه وسلم بلا واسطة كما كلم موسى. هذا الامر بنقول يحتاج الى دليل، هتجيبوا ادلة فيها ان ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم كذا يا محمد كتير، ولكن هل يلزم ان يكون عندما رآه كلمه؟ هذا ليس بلازم، كما أن عندما كلم موسى ربه لم يره، لأنه لا تلازم بين الرؤية وبين الكلام. كفاية أسئلة. قال وقوله فقال موسى ربي لم أظن أن ترفع علي أحدا، في رواية أن يرفع علي أحد. قال ابن بطال فهم موسى من اختصاصه بكلام الله تعالى في الدنيا دون غيره من البشر كما قال تعالى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أن المراد بالناس البشر كلهم، وأنه استحق بذلك أن لا يرفع عليه أحدا، أن لا يرفع عليه أحدا. فلما رفع محمد صلى الله عليه وسلم علم أنه فضل عليه، ومن ذلك قال هذا القول، يعني عاتب ربه في ذلك، ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء. وإلا فالظاهر أن إبراهيم عليه السلام وهو قبل موسى أعلى من موسى وأعلى وأعظم منزلة، فهل يكون العتاب و أنه يعني يقول
ما ضمنت أن ترفع أحدا فوقي أي ممن جاء بعدي، وذلك لأنه في رواية فبكى موسى عليه السلام فقيل ما يبكيك، فقال غلام أرسلته من بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخل من أمتي. قال ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى. قال الحافظ هذا مما خالف فيه شريك غيره، فإن الجمهور على أن سدرة المنتهى في السابعة، وعند بعضهم في السادسة، ولعل في السياق تقديما وتأخيرا، وأن ذكر سدرة المنتهى قبل قوله ثم علا به فوق ذلك. وفي رواية أبي ذر ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. ظهرت يعني علوت، الظاهر العالي، حتى يعني صعد بي حتى ظهرت، حتى صعدت علوت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، صوت الأقلام وهي تكتب. وهذه هي أقلام الله عز وجل أعلم بما يكتبه الملائكة فيها، والأكثر على أنه المقادير اليومية، لأنها تكتب الآن ساعة قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القلم الذي كتبت به مقادير الخلائق كلها في اللوح المحفوظ فهو قد جف ورفعت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف، وانتهت الكتابة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جف القلم على علم الله. وهذا لا يحتمل تغييرا، لأن هذا هو علم الله، علم الله لا يتبدل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رفعت الأقلام وجفت الصحف، فهذا فيه أن الصحف جفت وأن القلم قد جف وأن لا تبديل لذلك. فكيف بما في هذا الحديث؟ إذن هي أقلام أخرى وهي صحف أخرى يكتب فيها أمر الله، كما نص أهل السنة على أن من درجات الإيمان بالكتابة الكتابة اليومية، ومن ضمن أدلتها هذا الحديث. قال الله عز وجل كل يوم هو في شأن، فما أمر الله بكتابته كتب. يقول أي صوت كتابة الأقلام التي تكتب ما أمر الله به من تقدير وأمر ونهي. أما التقدير فنعم، وأما أن يقول أنها أقلام يعني فيها الأمر والنهي، فالأمر والنهي في الكتب المنزلة إلى العباد، لأن العباد لا يعلمون شيئا عن هذه الصحف التي سمع النبي صلى الله عليه وسلم فيها صريف الأقلام، وهي صحف عالية جدا. وإنما الأوامر والنواهي ما أنزل في الكتاب المنزل، يمكن أن يكون ذلك من أمر ونهي لأمور أخرى غير البشر، لكن هذا يعني يحتاج إلى بيان. والملائكة يمكن أن يأمرهم الله بأوامر تكتب، يحتمل ذلك. قال الحافظ وفي رواية ميمون بن سياه عن أنس عند الطبراني بعد ذكر إبراهيم في السابعة فإذا هو بنهر فذكر أمر الكوثر، قال ثم خرج إلى سدرة المنتهى، وهذا موافق للجمهور. ويحتمل أن يكون المراد بما تضمنته هذه الرواية من العلو البالغ لأعلى سدرة المنتهى وما تقدم لأصلها. ذكر ابن حجر بأنه في إن سدرة المنتهى ممتدة.
وقوله ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى. وفي رواية ميمون ابن سياه اللي هو عن أنس عند الطبراني عن أنس فدنا ربك عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى. في رواية البيهقي من طريق ثابت البناني عن أنس قال فدنا فتدلى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وفي رواية أبي سعيد التي رواها البيهقي وغيره وكان بيني وبينه قاب قوسين أو أدنى. وذكر السيوطي أن ابن مردويه أخرج حديث أنس من طريق كثير بن خنيس وفيه فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال الخطابي ليس في هذا الكتاب يعني صحيح البخاري حديث أشنع ظاهرا ولا أشنع مذاقا من هذا الفصل، عشان هو الأشعرية هي اللي غلب عليه، لكنه عندنا ليس بشنيع ولا فيه ما يعني يضرنا. قال فإنه يقتضي تحديد المسافة بين أحد المذكورين وبين الآخر. هو أنت ما تعرفش حديث البخاري ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، يبقى إيه المشكلة يعني؟ ما إذا كان البخاري فيه كده من غير رواية شريك، يعني ما فيش بقى مش الرواية دي بس فقط، والحديث ده متلقى بالقبول بدون منازعة اللي هو بتاع تقربت منه ذراعا وتقربت منه باعا، وفيه ذكر مسافة. قال وتمييز كل واحد منهما، تمييز وكأن ما منع التمييز ده من أين أتى؟ لماذا؟ لأن احنا نثبت أن الله بائن من خلقه. قال هذا إلى ما في التدلي، تمييز مكان كل واحد منهما. ونقول هذا الأمر ده أن الله فوق عرشه، أنتوا اللي مش عايزين الكلام ده، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم صعد إلى مستوى قريب جدا. يقول هذا إلى ما في التدلي من التشبيه والتمثيل له بالشيء الذي تعلق من فوق إلى أسفل. لا هو تدلى بمعنى نزل، وليس أنه تدلى بحبل أو نحو ذلك. هل عادة أهل السنة أن يتكلموا في مثل هذا بالتشبيه بزعم ويقولون هذا شنيع لأجل التشبيه؟ نعوذ بالله. يبقى المتفق عليه الأحاديث المتواترة في نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا يبقى فيها نفس الكلام. وهذه الأحاديث نزول الرب إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر أحاديث كانت علامة فارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع، إن أهل البدع هم الذين ينكرون هذا النزول، وأهل السنة يقولون لما تتكلمون في هذا؟ الأحاديث صحيحة رواها أهل العلم بالحديث الذين رووا أحاديث الأحكام وغيرها، فلماذا يكون في التدلي تشبيه؟ نزول يليق بجلاله، مجيء يليق بجلاله الذي ثبت في القرآن. يقول ثم اختار أن هذا الحديث رؤيا منام، أو أن أنسا حكاه من تلقاء نفسه لم يعزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يا للعجب يا للعجب، البدعة تؤدي من بالأفاضل إلى الأقوال المنكرة العجيبة. يقول أما كون هذا الفصل شنيعا ظاهرا ومذاقا فذلك في نظر الجهمية. صعب نقول على الخطابي جهمية برضه، الخطابي عنده شبهات الأشاعرة نعم، لكن هو ليس من الجهمية. صحيح هم وافقوا الجهمية في شيء لكن ما يتقالش عليهم جهمية مطلقا. قال الذين يزنون كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم بما يظنونه براهين عندهم وهي مجرد شبهات وأوهام. أو يزنون كلام الله
وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بما يظنونه، قال أو يزنون كلام الله ورسوله بأذواقهم. وهذه الشناعة التي يظنها الخطابي عفى الله عنا وعنه، الحمد لله الشيخ طالما بيدعو عنه بيدعو له بالإيه بالعفو ما بيكفروش، ما قلتش عليه زي الجهمية، لأن في ولع عند الكثير من المشايخ السعودية في تكفير الأشاعرة، وبيقعدوا يجيبوا بقى مين الشذاذ الذين نقل عنهم ذلك. قال هذه الشناعة التي يظنها الخطابي عفى الله عنا وعنه قد ترد لو كان ما يختص الله به من الأفعال والصفات على وفق مذاق أهل التعطيل ومذهبهم وقياساتهم الفاسدة. أما إذا كان العبد منقادا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وموقنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بالله وأخشى له من كل الناس قاطبة، يعني يخشى أن يقول كلاما، أنتوا تقول كفر، التشبيه إيه كفر، هل الرسول صلى الله عليه وسلم سيقول كلاما كفريا؟ افترض أن أنس اللي حكاه، يعني أنس ما يعرفش الكفر من الإيمان، وحيقول كلام تشبيه لله عز وجل هو كفر وشنيع، وأنس يبقى هو اللي يقول الكلام من عنده، وأنس ده مين يعني؟ استغفر الله. ها؟ وكل نص أوهام التشبيه أوله أو فوض وهم تنزيل إلى الله المشتكى. قال أما قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بالله وأخشى له من كل الناس قاطبة، وأنه أقدرهم على البيان والإفصاح عما يريد، وهو أيضا أنصحهم للأمة وأحرصهم على هدايتها إذا كان العبد موقنا بذلك كله، فلن يكون هذا الفصل وأمثاله مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم شنيعا ولا لا ظاهرا ولا مذاقا كما زعم الخطابي. وأما محاولته الطعن في راوي الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأنه إنما حكى هذا القول من عند نفسه، وقد سبق أن قال في عبد الله بن مسعود مثل هذا، لما حديث الإيه أن ابن مسعود روى حديث الحبر الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله يضع السماوات على أرض على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلق على إصبع، الحديث ده فبيقول ده كلام ابن مسعود برضه، أو قال هذا شيئا عظيما يعني. قال هذه زلة منه عظيمة وخروج عن نهج أهل الحق، وهذا ما يتمناه كل زنديق ورافضي خبيث حتى يتسنى لهم إبطال الشرع كله، لأن كل أحد يمكنه أن يقول ما شاء إذا انفتح هذا الباب، وهو الطعن في الصحابة بأنهم لم يفهموا ما يقولون وينقلون الباطل والضلال كما هو مقتضى قول الخطابي، مع أن قوله هذا خلاف ما اتفق عليه أئمة الإسلام من المحدثين والفقهاء، وأن مرسل الصحابي له حكم الاتصال، لأنه لا يخلو إما أن يكون رواه عن صحابي أو سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. هم ليه قالوا في الحديث ده انه مرسل؟ عشان في رواية عن أنس عن مالك بن صعصع، يعني في عن أنس عن صحابي آخر، وإيه المانع أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيذكر لهم حديث المعراج مرات عديدة؟ أما هو تواتر ليه؟ هو المعراج لماذا تواتر؟ لكثرة إخبار النبي صلى الله عليه وسلم به، فما فيش مانع أن يكون سمع عن مالك بن صعصع وسمعه إيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه. يقول وكذلك طعنه في شريك ابن عبد الله غير مقبول بل هو خلاف الحق. لكن المسألة دي مسألة فيها نزاع، ليه؟ لأن أئمة كبار تكلموا في شريك من أجل هذا الحديث ومن أجل غيره، وليس في هذا طعن فيه أنه يعني كذاب أو نحو ذلك، كلام على الضبط في بعض الأشياء. قال أبو الفضل ابن طاهر تعليل الحديث بتفرد شريك ودعوى ابن حزم أن الآفات منه شيء لم يسبق إليه، فإن شريكا قابله أئمة الجرح والتعديل ووثقوه ورووا عنه وأدخلوا حديثه في تصانيفهم،
واحتجوا به. وروى عبد الله بن أحمد الدورقي وعثمان بن سعيد الدارمي وعباس الدوري عن يحيى بن معين قال عنه أنه لا بأس به. معنى لا بأس به عند يحيى أنه ثقة. قال ابن عدي مشهور من أهل المدينة حدث عن مالك وغيره من الثقات. وحديثه إذا روى عنه ثقة لا بأس به إلا أن يروي عنه ضعيف. قال ابن طاهر وحديث هذا رواه عنه ثقة وهو سليمان بن بلال. قال الشيخ ثم إن شريكا لم ينفرد بهذا اللفظ كما تقدم، لأن هو جاب حالا الروايات الإيه اللي عند البيهقي وعند السيوطي وعند مردوي اللي هو ذكرها ابن مردوي استغفر الله، مش السيوطي لهش كتاب، ورواية ميمون بن سياه عند الطبري، يبقى فيها روايات متعددة. قال وأما قول الخطابي إن ذلك يقتضي تحديد المسافة بين أحد المذكورين وبين الآخر وتمييز مكان كل واحد منهما، فجوابه أن كثيرا من النصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تقتضي ذلك، بل تدل عليه نصا، وقد سبق في باب قوله تعالى وكان عرشه على الماء من ذكر بعض من ذكر بعض النصوص في ذلك وبعض أقوال أئمة السلف ما فيه مقنع لمن يريد الحق، وأما المكابر والضلال فلا حيلة فيه إلا طلب الهداية له من الله. ثم مفهوم هذا القول من الخطابي أنه لا تمييز بين مكان الخالق والمخلوق ولا مسافة ولا تحديد، وهذا لا يعدو أمرين لا ثالث لهما، إما أن يكون الرب تعالى حالا في الخلق ومداخلا لهم، أو زي ما بيقولوا وحدة الوجود بقى مش حل فيهم، ده هم هو وهو هم، وحدة وجود دي صور متعددة لشيء واحد. كلام الفلاسفة الأوائل يقول فهو في كل مكان بناء على هذا القول، يعني لا يختص به مكان دون مكان، حتى أجواف الحيوانات والناس والأمكنة الخبيثة. وهذا مذهب الحلولية الذين هم من أضل خلق الله وأبعدهم عن معرفة الله والتمييز بينه وبين خلقه، وهذا غاية الكفر ومنتهى. سبق أن بينا أن الحلولية الذين يلتزمون بأن الله في كل مكان بما في ذلك أماكن الحشوش، أماكن دورات المياه وبطون الكلاب والخنازير، ويقولوا أيوة ربنا جوه الكلب والخنزير، يبقوا كفرة. لكن كثير منهم يطلق في كل مكان ويأبى هذه اللوازم، يقول نعوذ بالله ما يقولش كده رحمك الله. فهذا يعني الذي قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لهم، كأنه كما نقل هو ونص قال أنا وأنا كنت أقول للجهمية أنا إذا قلت قولكم كفرت، لأني أعلم أن قولكم كفر، ولكني لا أكفركم لأنكم عندي جهال. هو القول ده هو كفر صحيح لا شك في ذلك، أما تكفير كل من قال به فيحتاج إلى إقامة الحجة أو توصيل المسألة إلى المعلوم من الدين بالضرورة، زي ما قلنا أنه هنقول له كده هو أنت بتقول أن ربنا جوه الكلب والخنزير نعوذ بالله، لازم يقول لأ، إن مفيش مسلم عاقل ولا يهودي ولا نصراني حتى يقبل ذلك. يعني النصارى بيقولوا إن ربنا حل في مين؟ في المسيح وفي الروح القدس، أو إن هم أقانيم تبدت في أو بالوحدة في هذه الثلاثة، لكن يقول بالوحدة أو بالحلول على مذهب أهل الوحدة والحلول ملتزمين به وما الكلب والخنزير إلا إلهي وكفره نعوذ بالله نوعا وعينا يعني.
يقول الثاني أنه لا مكان لله أصلا، ومن ليس له مكان بمعنى أنه ليس في جهة فهو عدم لا وجود له، والعدم هو إله المعطلة والملاحدة. هو ما بيقولش كده طبعا. ها؟ دي حاجة تانية نكتبها وحطها. قال طبعا احنا بنقول ان ربنا عز وجل فوق العرش، لو قلنا ده مكان غير مخلوق، عشان متفقون ومجمعون على ان الله لا يحل في الاماكن المخلوقة، ولو نزل الى السماء الدنيا فانه لا يلزم ان يحل فيها، كما يضع رجله على جهنم وفوق وفي جهنم ولا يلزم ان رجله دخلت في جهنم. الإنسان منا بيحط يعني رجله على حاجة أو راسه على حاجة يعني ممكن بتستوعب زي يعني مخدة مثلا طرية بتدخل جسمه عليها، بنقول ده ما لزمش منه لغة أنه داخل إيه في هذا في هذه الوسادة. فاحنا بنقول لا يلزم من إثبات نزول الرب إلى السماء الدنيا أنه قد حل فيها، ولا أن وضع الرب عز وجل رجله على النار على جهنم حتى تكتفي ولا تطلب المزيد يستلزم أنها قد حل فيها الرب عز وجل، ولا تستلزم لا المماسة ولا غير ذلك. احنا بنتكلم بس على أن اللغة قابلة في المشاهد منا استعمال هذا دون حلول. ها؟ في جذوع النخل يعني فوق جذوع النخل، ولا ان هو دخل يعني لو قالوا في جذوع النخل يعني مش جواها، وهكذا كثير. قال ومعلوم ثبوت وصف الله عز وجل بالقرب والدنو من بعض خلقه، كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فهذا قرب خاص. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى لما رفعوا أصواتهم بالتكبير قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم أو اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعون سميع بصير قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ودي ذكر حاجة فيها مسافة، وده متفق على صحته وغير منازع فيه. وذكر المسافة لا يستلزم كما ذكرنا لا حلولا ولا ممسة. قال شيخ الإسلام قرب الله سبحانه ودنوه من بعض مخلوقاته لا يستلزم أن تخلو ذاته من فوق العرش، بل هو فوق العرش ويقرب من خلقه كيف شاء، كما قال ذلك من قاله من السلف. وهذا كقربه إلى موسى لما كلمه من الشجرة. إذا كلمه موسى من الشجرة، وسيدنا موسى سمع النداء من الشجرة يعني من عندها، وليس أن الله حل في الشجرة، تعالى الله عن ذلك. وقال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والنداء هو رفع الصوت، والنجي هو القريب لمن يكلمه ويناجيه، وأكد ذلك بقوله وقربناه نجيا. وقربناه دي قرب موسى من الله. وإن كان الحديث الصحيح يثبت أن كل من تقرب من الله تقرب الله منه أكثر مما تقرب، مش كده؟ من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. يبقى هذا القرب قرب حقيقي، وهو قرب أحيانا يكون بالروح وأحيانا يكون بالجسد. قرب العبد من ربه عز وجل، فالله يقرب كذلك منه سبحانه بروحه، و يعني يمكن إذا كان في المحل الأعلى كان النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج فإنه اقترب الله منه سبحانه وتعالى كما ذكر هذا الحديث. ثم دنا فتدلى، دنا يعني قرب، فتدلى فنزل
نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نزول الرب عز وجل لا يلزم منه خلو العرش، وهذا هو القول الصحيح في المسألة. احنا بنقول الكلام المتناقض ده مش متناقض والله، هو انتوا دلوقتي احنا هنا في القاعة وفي ناس شايفيننا على بعد آلاف الكيلومترات وممكن مئات مثلا او غيرها او يعني كتير جدا يعني في هذا المكان وغيره، بنقول ايه اللي التأثير اللي موجود ده في هذا الاماكن المكان البعيد اللي حد واحد فتح التليفون ويبص فيه بيسمع الصوت والصورة. التليفون حصل فيه تأثير من الموجات الكهرومغناطيسية المبثوثة بث ايه مباشر مش كده، عبر السيرفرات والحاجات السلسلة الطويلة اللي بتحصل دي. هذا التأثير اللي حصل ده هل معنى ذلك ان المكان البث ده انتقل او خلى من مكانه؟ ما يلزمش. طب اذا كان في هذه الامور المحسوسة لدينا بتعمل بالريموت كده تروح جاي تحدث تأثير في الايه، في التلفزيون يجيب لك صوت وصورة، في التكييف ده يجيب لك حر وايه وبرد مش كده، حتى الدنيا حررت. فنبص نلاقي ان هذا الامر يبقى ايه، ممكن بالريموت ده يتغير. ايه اللي هل الريموت ده انتقل لجوه؟ لا، بين مكانه بيأثر في مكان تاني، ويبقى في حاجات موجودة في المكان ده وهي من المكان التاني ده ولم يحدث في ذلك خلو من المكان الاول. يبقى اذا كان المخلوقين عاقلت هذا الامر في زماننا، يبقى يعني لماذا نتكلم فيما لا نعلم؟ احنا على فكرة ما بقولش ان ده زي ده، احنا بنقول ان الكلام ده ثبت من غير لزوم ايه حلول ماشي كده، ولا خلو المكان الاول، وبالتالي فربنا عز وجل موصوف بانه فوق العرش وينزل كيف شاء اذا شاء. الجاذبيه دي شيء مماثل يعني، ما هي مغناطيسيه، ولما تكون كهرومغناطيسيه بتاثر كذلك. فدي كلها حاجات على فكره هي بسرعه الضوء وسرعه النور يعني. فاحنا المفروض ان الحاجات دي احنا معلوماتنا قد كده، خصوصا بقى اياميهم هم، يعني هم ما كانوش شافوا الحاجات دي، والصحابه رضي الله عنهم ما كانوش شافوا الموجات الكهرومغناطيسيه دي ولا شافوا اثرها، ولكن صدقوا لكمال اليقين. لو حد بيشكك نقول له الامثله ده، ولو حد بقى قابل للتسليم كتسليم عجائز نيسابور زمان، او في تسليم كتسليم الجارية التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اين الله، قالت في السماء، قال ومن انا، قالت انت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش انك بتقول كلام غلط زي اهل البدع ما بيقولوا، لا ده هي مسلمة من غير مناقشة ومن غير جدال. لكن اللي عنده شبهة نقول له الادلة اللي هو بيقر بيها من غير ايه، من غير ان يعني يرفض شيئا منها. فبنقول له اذا كان في المحسوسات او في الامور الموجودة المتأكد من وجودها مثل ذلك، لماذا ننفي هذا ونقول هذا يلزم منه انه يخرج منه العرش، ولا او لا بد وان يكون اذا كان في مكان خلى منه اخر؟ احنا مالنا، هو كيفية ربنا احنا نعرفها؟ ما نعرفش كيفية ربنا سبحانه وتعالى، الكيف مجهول. قال شيخ الاسلام ابن تيمية والمنادي لموسى هو ربه تعالى والمناجي له ايضا، ونداؤه ومناجاته قائمة به تعالى، ليست مخلوقة منفصلة عنه زي ما افعلنا واقوالنا ما اسمهاش منفصلة عنا. احنا على فكرة كلامنا اتقال وخرجت موجات صوتية اثرت على حاجات كتيرة بما فيها طبلة الاذن اللي الاخوة ايه سمعينها مش كده. فمثل هذا الكلام مش معناه ان الكلام منفصل، انا مش هلاقي كلام لوحده كده، ده الكلام ده عمل اثر. لكن كل اقوال الرب وافعال الرب صفاته قائمة به، ليست منفصلة عنه وليست مخلوقة. وقعت مناداته ومناجاته لرسوله صلى الله عليه وسلم موسى في وقت واحد معين لما كان موجود،
مش زي ما بيقولوا من الكلام هو الكلام النفسي القديم اللي حصل ان سيدنا موسى ازيل عنه الحجب حتى سمع ذلك الكلام، ومش ان ربنا كلمه حين كان موسى هناك. طبعا قضية افعال الرب والزمن دي مشكلة عند كبيرة عند اهل البدع، لان احنا بنثبت ان ربنا فعل اشياء في ازمنة من غير ما الزمان ده مش حاجة محسوسة، ده شيء نسبي. علشان ما تقول لي ما بيرتبطش ربنا سبحانه وتعالى بايه؟ بافعال، اقصد بازمنة. ليه؟ ربنا قال خلق السماوات والارض في ستة ايام، يبقى في خلق في ايام متعددة ورا بعضها، وبعدين اسرح منها ايه؟ ثم استوى على العرش. يبقى فعل الاستواء بعد ايه؟ خلق السماوات والارض. يبقى دي افعال في ازمنة، واحنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، البه بعدها سين بعدها ميم وبعدها اسم الله عز وجل، بعدها اسم الرحمن اسم الرحيم. وإلا لو ما كانش فيه زمن، على فكرة الحقيقة يبقى نفي ان العالم مخلوق. ليه؟ لان لو انت بتثبت ان فيه زمن ما كانش فيه العالم، مش كده؟ وانه هو خلق بعد ذلك، يبقى ازاي ان فعل ربنا ما تعلقش بزمن؟ مش انت بتثبت ان ربنا الذي اوجد هذا العالم بكون، ففي زمن قبل كن وفي حاجة حصلت بعد ايه؟ بعد كن. يبقى لابد ان فعل ربنا يقع في ايه؟ في زمن. عشان كده اهل السنة يقولوا ايه؟ لم يزل متكلما اذا شاء، لان اذا دي بتاعت الزمن، متى شاء معناها. لذلك شيخ الاسلام بيقول ان 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 موسى كلمه ربه حين كلمه، ولم يكن كلمه قبل ذلك. لا، هو موصوف قبل ان يكلمه انه يكلم موسى، موجود في اللوح المحفوظ وكلم الله موسى تكليما، لكن الكلام نفسه مش هيقع الا ايه؟ ما وقعش الا لما كان سيدنا موسى، لما قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فلما اتاها نودي. يبقى النداء وقع عندما ايه؟ عندما اتى موسى صلى الله عليه وسلم، مش ان هو كان قديم وازيلت عنه الحجب. وفي الصحيحين من حديث ابي موسى انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، ذكر الحديث الذي ذكرناه انفا. وفيهما في الصحيحين يقول الله تعالى من تقرب الي شبرا، انا قلت في البخاري بس وده سهو مني، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. قلنا الباع اللي هو طول الذراعين، بأنه شبر وأنه ذراع، الله عز وجل أعلم. ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. والذين يثبتون تقريبه العبادة إلى ذاته، وهو القول المعروف للسلف والأئمة، وهو قول الأشعري وغيره من الكلابية، فإنهم يثبتون قرب العباد إلى ذات الرب، وكذلك يثبتون استواءه على عرش فصار مستويا عليه. وأما دنوه، على فكرة إذا كلام الأشعري ده إن بيقولك ده من حال العباد، إحنا بنثبت الاثنين، بنثبت قرب العبد من الرب ونثبت قرب الرب من العبد، وبنثبت قرب روح وبنثبت قرب روح وايه؟ وبدن، زي اهل الجنه قريبون من الله ارواحا وابدانا. طب وهم في الارض بيتقربوا الى الله؟ ايوه طبعا، وهم في الارض ارواحهم بتقترب، واسجد واقترب، فارواحهم زي ما هي. انا قاعد في مكان واحد بس بسبح ربنا وبذكر ربنا وفكر في آيات الله، هذا تقرب إلى الله. وانت فين؟ في نفس المكان. ولذلك عشان كده قلنا شبرا وذراعا، مش لازم تكون محصورة في التقرب بالمكان. أنا أحيانا بنتقرب شبرا وذراعا، زي بينتقل للمسجد يبقى كده بيتقرب إلى الله، بينتقل للحج، ينتقل في الجهاد، يسافر في طلب العلم، يسافر. بس في الحقيقة أنواع القربات ليست مقصورة على الإيه؟ على المسافة، بل قربة من غير مسافة، قاعد يذكر ربنا سبحانه وتعالى، ماشي كده، بيصلي
واقف يصلي في الأرض، قربة عظيمة أعظم القربات. أيوة بالضبط، الحديث ده على سبيل المثال، وعشان كده قلنا إن إثبات الهرولة يحتاج إلى دليل آخر. قال وأما دنوه، هو على فكرة مش ما بننفهوش، بس بنقول الحديث ده ما يكفيش. قال وأما دنوه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه عز وجل، ومجيئه يوم القيامة كما ذكر، ونزوله واستوائه على عرشه، وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث والنقل عنهم متواتر بذلك. وأول من أنكر هذا في الإسلام الجهمية ومن وافقهم، لأن هم دول حلولية. عشان كده بنقول يلزم من هذا القول إن العالم غير مخلوق، وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدنو أحدكم من ربه حتى يضع عليه كنفه، قلنا كنفه يعني إيه؟ سترة، فيقول أعملت كذا وكذا؟ فيقول نعم، ثم يقول إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ده دنو العبد من ربه. وفي لفظ يؤتى المؤمن يوم القيامة فيدنيه الله منه فيضع عليه كنفه. قال أبو يعلى غير ممتنع حمله على ظاهره وأنه دنو من ذاته، وقد أخذ أحمد بظاهره في رواية أبي الحارث، وقد سأله ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يدني العبد يوم القيامة فيضع عليه كنفه، قال هو كما قال ونقول به. فقد نص أحمد على الأخذ بظاهره، ظاهره اللائق بجلال الله وليس الذي على ما يفهمه البشر من المسافات التي بينهم، لا، قرب على ما يليق بالله عز وجل. الله طمال يعني معنى كده الآية تبقى تفسرها كده، فأوحى فأدنى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، إزاي والرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي فسرها بأنه إيه؟ جبريل. لأن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كنت أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية. ثم السياق فيها واضح جدا أن الذي دنا فتدلى هو جبريل، كما قال عز وجل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، أي ذو خلق حسن، فاستوى يعني على، ثم دنا فتدلى، ثم نزل، ثم قرب فتدلى، ودي معناها ثم دنا معناها ثم تدلى فإيه فدنا، أو لأن هو بالنزول يقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم، فدنا بنزوله، قرب بنزوله، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى من الرسول صلى الله عليه وسلم، فأوحى إلى عبده ما أوحى، أوحى الله من خلال جبريل إلى عبده محمد ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى. نص حديث عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال رأيت جبريل على صورته التي خلقه الله عليها مرتين، مرة رآه في أجياد بمكة أول الوحي، ومرة رآه عند سدرة المنتهى. الرجل الجاهل اللي الضال اللي بيقول المسجد الأقصى في الطائف، بيقول ايه ربنا ما قالش ثم قال رآه نزلة مش قال صعدة. ايه المشكلة ان جبريل نزل الى الرسول في المكان الذي كان فيه عندما صعد اليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ايه المشكلة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكان نزل اليه جبريل ثم صعد به، فيش اي مشكلة؟ فلذلك بنقول ان ايه ان هذا الكلام يمر كما جاء دلا على معني اللي في القرآن ثابت ان هو دنو جبريل عليه السلام وتدليه، واللي في الحديث ثابت دنو الرب عز وجل وتدليه. فاحنا عندنا ده غير ده،
اللي في القرآن غير اللي في الايه في الحديث، مع ان الالفاظ واحدة لكن ثمت التفسير الصحيح للقرآن في سورة النجم عن الرسول صلى الله عليه وسلم شخص يعني بشخصه هو الذي قال ذلك بكلامه أنه دنو جبريل وتدليه. وأما الحديث فهو بنص الحديث فدنا الجبار عز وجل، فدنا الجبار وتدلى. يبقى ده نثبت هذا ونثبت هذا، وهذا شيء زائد على ما في القرآن من دنو جبريل، والله أعلى وأعلم. قال: فأوحى الله فيما أوحى إليه 50 صلاة على أمتك كل يوم وليلة، ثم هبط حتى بلغ موسى. قلنا فيها همة عظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم أنه عزم فعلا أن يصلي 50 صلاة، يعني ربنا أمر ب50 صلاة نزل بيهم ما جدلش ولا طلب التخفيف أولا حتى نصحه موسى، يعني فعلا عشان كده استحق الأجر أنه عزم أن إيه؟ أن يفعل، وعزم أن يأمر أمته بذلك، وأنهم ظن أنهم سيفعلون، وهم كانوا فعلا ناويين يعملوا لو أي حاجة أمر. إن هم ربنا كما قال عز وجل: ولو كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ففي ناس كانت وخرجوا من ديارهم فعلا، ولو ربنا أمرهم بقتل نفسهم بل عندما تعرضوا للقتال الذي فيه قتل النفوس فعلوا ذلك. فهم رضي الله عنهم كانوا عازمين، فمسألة أنهم كانوا ناويين يصلوا، فدول كرامة للأمة كلها، الصحابة الأفاضل العظام دول كرامة للأمة أنهم عزموا على ذلك، فصارت الأمة كلها تأخذ أجر 50 صلاة، يعني لهمة الرسول صلى الله عليه وسلم العظيمة وعزمه على أداء هذه 50، وحسن ظنه بأمتي أنهم سوف يصلون 50 صلاة كل يوم وليلة. ثم بعد ذلك كان الفضل من الله. قال: حتى ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى فقال: يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال: عهد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة. استدل بذلك على عظيم قدر الصلاة عند الله والاهتمام بها، وأنها من أفضل ما تفضل الله به على هذه الأمة، لأنها صلة بين العبد وربه وقرب منه، فينبغي للمسلم أن يهتم بها ويجتهد في أدائها في خشوع وحضور قلب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لأن الخشوع فعلا يهون أداء الصلاة. ليه الصلاة بتبقى طويلة وتقيلة؟ عشان ما فيهاش إيه؟ خشوع. اللي فيها خشوع مش هيحس بطول الوقت، بل هيبقى مهتم بطلوع الفجر، هيبقى مش عايزة تخلص. أرحنا بها يا بلال. ومما يزيد في أهميتها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه فرض عليه في ذلك الموقف القريب إلى الله تعالى إلا الصلاة. وقد علم موسى صلى الله عليه وسلم أن الله سوف يفرض عليه فروضا، ولهذا استوقفه، وفي ذلك بيان نصحه وشفقته على هذه الأمة صلى الله عليه وسلم، صلاة الله وسلامه عليه، وجزاه الله خير الجزاء، حيث جعله الله سببا لتخفيف الواجب على هذه الأمة. قوله: إن أمتك لا تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربك عنهم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت، وهذا كله بإرادة الله، فهو عز وجل الذي ألهم موسى صلى الله عليه وسلم أن يسأل نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يأمره بالرجوع إلى الله ليطلب التخفيف. فالحمد لله الذي أتم نعمته على عباده وأظهر فضل أوليائه من رسله. ونجد هنا أن التنافس في الخير عند الأنبياء مع كمال سلامة الصدر،
يعني سيدنا موسى بكى أن صعد النبي صلى الله عليه وسلم فوقه، ومع ذلك لم يكن هناك أي حسد أو يعني تمني زوال هذه النعمة، ولا أنه ضيق، وعنده أيضا غبطة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل من أمته أكثر مما يدخل من أمته، ومع ذلك كامل النصح للأمة، وتسع مرات ينصح للأمة، كل مرة يقول إيه؟ سل ربك التخفيف، علشان يعني سبحان الله، هو ده التنافس الحقيقي في الله عز وجل، ما معهوش حسد، ما معهوش يعني كبر أبدا، ولا معه يعني تمني زوال يعني الفضل عن أهل الفضل، سبحان الله. قوله فعلى به إلى الجبار فيه دلالة صريحة واضحة على علو الله تعالى، وأن الذي يصعد في العلو يقرب من الله، طبعا مع قرب الروح، وإلا لو صعد البدن بدون قرب روح يبقى ما يقربش من ربنا. ليه؟ الكفر بيطلعوا في صواريخ الفضاء ماشي كده، ده معناها ان هم قريبين من ربنا؟ لا، مع عدم قرب الروح. قال وأن الذي في السماء أقرب إليه ممن في الأرض، وأن من في السماء السابعة أقرب إليه ممن هو تحتها، وهذا أمر فطر الله عليه عباده لا ينكره إلا الجهمية والمعتزلة، إلا الجهمية والمعتزلة، ومن سلك سبيلهم أو نهجهم ممن اجتلتهم الشياطين فغيرت فطرهم وزينت لهم تعطيل الله تعالى مما وصف به نفسه، وقد سبق الكلام في ذلك. وقوله فقال وهو مكانه، الضمير عائد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أي وهو في مكانه الذي أوحى الله إليه فيه قبل نزوله إلى موسى، وهو مكانه ومكانه، لأن ده أقرب مذكور، الضمير يعود على أقرب مذكور. يا رب خفف عن أمتي فإن أمتي لا تستطيع هذا. استدل بهذا أهل الأصول على جواز النسخ قبل التمكن من العمل، وعلى كل ففي هذا عظيم فضل الله ومنته على هذه على عباده، حيث أمر وأوجب ثم لطف فخفف ورحم. طب يبقى ايه الفايده انه يتنسخ قبلها؟ يعني ظهور العزيمه العظيمه القويه لهذه الامه وللرسول صلى الله عليه وسلم، واخذ الاجر على هذه العزيمه، فان من هم بحسنه فلم يعملها كتبها الله عز وجل عنده حسنه كامله. الحمد لله. قوله ثم احتبسه موسى عند الخمس فقال يا محمد والله لقد راودت بني إسرائيل قومي إلى آخر حديث. هذا يدل على كمال نصح نبي الله وكليمه موسى لهذه الأمة، ويدل على أن نبي إسرائيل أن بني إسرائيل قد فرض عليهم صلوات هي أقل مما فرض على هذه الأمة، كما يدل على أن الخلق يضعفون كلما تأخروا في الزمن، ضعفوا في جميع خلقهم وقواهم. فقال الجبار يا محمد قال لبيك وسعديك، فقال إنه لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك في أم الكتاب. قال فكل حسنة بعشر أمثالها. يا أخ مفتاح بيقول ايه؟ انا مالي، انا بتكلم على النص الحديث، الحديث تقول لي بقى فلان بيقول، يعني انا اقول لك لازم اقول لك ان فلان بعينه غلطان عشان الحديث نصه كده. قال فكل حسنة بعشر امثالها فهي خمسون في ام الكتاب وهي خمس عليك. هذا المقطع من الحديث صريح في ان الله تعالى كلم نبيه صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. صراحة كلام صعب، هذا ليس بلازم، كلام ليس، لأن ربنا قال يا أيها النبي، زيها إيه؟ يا محمد. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في التلبية لبيك اللهم لبيك، هل في هذا دليل وكل خطاب يا أيها النبي ويا أيها الرسول أن ذلك كان بلا واسطة؟ مفهوش.
يقول أنه سمع كلامه وخطابه بقوله يا محمد، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لبيك وسعديك. يقول هذا ما قصده البخاري، وإحنا قلنا ده مش هو ده قصد البخاري. يقول لا يخفى وضوحه، حقيقة ليس بواضح، هو قد حدث ذلك لكن ما يلزمش أن يكون بلا واسطة. قال وأم الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي كتب فيه كل ما هو كائن، وجعل الله إعطاء هذه الأمة بالحسنة 10 حسنات تخفيفا، ثم أمسكه موسى وأمره بالرجوع وطلب التخفيف شفقة منه على هذه الأمة أن تعجز عن أمر الله فتهلك، فجزاه الله أعظم ما يجزي به أولياءه، ما أعظم نصحه وشفقته صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد والله استحييت من ربي مما اختلفت إليه، أي من كثرة التردد إليه. وفيه دليل على أن هناك مكانا معينا كان يتردد إليه هو أقرب إلى الله من المكان الذي فيه موسى. لما قال لموسى ذلك قال له فاهبط باسم الله متبركا به مستعينا. قال واستيقظ وهو في المسجد الحرام، تقدم الكلام على هذه الفقرة. قال القرطبي يحتمل أن يكون استيقظا من نومة نامها بعد الإسراء، وده الصح لأن إسراءه لم يكن طول ليلته وإنما كان في بعضها. ويحتمل أن يكون المعنى أفقت مما كنت فيه، مما خمره من مشاهدة الملأ الأعلى، لقوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ده كأن الكلام ده يتوافق مع من يقول بالروح، لكن الصحيح أنه هو استيقظ يبقى من النوم، لأن ما يتقالش فيه أفقت، ممكن أفقت من انشغالة من الغفلة، لكن استيقظت تبقى من منام. يبقى الكلام يبقى على ظاهره، ورجع بعد الرحلة الطويلة نام ثم استيقظ وهو في المسجد الحرام. قال ابن كثير بعدما ذكر روايات الإسراء والمعراج إذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفها يحصل مضمون ما اتفقت عليه من مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، وأنه مرة واحدة، وإن اختلفت عبارات الرواة في أدائه أو زاد بعضهم فيه أو نقص منه فإن الخطأ جائز على من عدا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن جعل من الناس كل رواية خلفت الأخرى مرة على حدة فأثبت إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب وهرب إلى غير مهرب ولم يتحصل على مطلب. ليه السلف فرضت كم مرة؟ مرة واحدة. هيفرض عليه بعد ما فرضها النار الأرونية. وقد صرح بعض المتأخرين بأنه صلى الله عليه وسلم سري به مرة من مكة إلى بيت المقدس فقط، ومرة من مكة إلى السماء فقط، ومرة إلى بيت المقدس ومنه إلى السماء، وفرح بهذا المسلك ورأى أنه ظفر بشيء يخلص به من الإشكالات، وهذا بعيد جدا ولم ينقل عن أحد من السلف. ولو حصل هذا التعدد لأخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أمته ولنقله الناس. والحق أنه أسري به مرة واحدة يقظة لا مناما من مكة إلى بيت المقدس، المفروض تحط بالروح والجسد لا بالروح فقط، إلى بيت المقدس راكبا البراق. فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب ودخله فصلى في قبلته تحية المسجد 2 ركعتين، ثم أتي بالمعراج وهو كالسلم ذو درج يرقى فيه فصعد فيه إلى السماء الدنيا ثم إلى بقية السماوات 7، فتلقاه من كل سماء مقربوها وسلم على الأنبياء الذين في السماوات بحسب مراتبهم، حتى مر بموسى الكليم في 6 وإبراهيم الخليل في 7، ثم جاوز منزلتهما صلى الله عليه وسلم أجمعين، حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف أقلام القدر بما هو كائن. عشان كده أنا اعترضت على كلمة أنه أنه بتكتب الأوامر والنواهي، لا هو أقلام القدر. وغشى سدرة المنتهى من أمر الله فراش من ذهب وألوان متعددة، وغشيتها الملائكة، ورأى جبريل على هيئته التي خلق عليها له 600 جناح
ورأى البيت المعمور وإبراهيم مسندا ظهره إليه، ورأى ما يدخله من الملائكة كل يوم 70,000 لا يعودون إلى مثلها أبدا. يعني 70,000 كل يوم ما لهمش نوبة تانية، مش هيجوا يطوفوا مرة تانية، 70,000 كل يوم مخصصين للطواف، يخلقون يذهبون يعبدون الله حيث شاء الله. ورأى الجنة والنار، رأى الجنة ودخلها، أما النار فهي في الأرض السفلى لكن أزيلت عنه الحجب فرآها، وفرضت عليه الصلوات، ثم هبط إلى بيت المقدس وهبط معه الأنبياء فصلى بهم فيه، يحتمل أنها صلاة الصبح، ثم خرج راكبا البراق وعاد إلى مكة بغلس ليلا. يعني يبقى لو غلس دي صح أنها صلاة الصبح، لو ثبت يبقى يكون في الوقت اللي بعد الفجر قبل الشروق. والمقصود هو أثبت الاثنين، ابن كثير أثبت صلاة في الأول تحية المسجد، وصلاة ثانية بعد إيه؟ بعد فرض الصلاة. والمقصود أن الله موصوف بالتكلم في الماضي والحاضر والمستقبل، وأنه يكلم من يشاء من عباده بما يشاء وأي وقت يشاء. وقد كلم الله تعالى موسى كلاما حقيقيا سمعه موسى من الله، وموسى في الأرض والله في السماء، كذلك كلم محمدا صلى الله عليه وسلم وهو في السماء كما في هذه القصة. قال تعالى مخاطبا موسى: إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. هذا بيان أوضح من النهار في أن الله تعالى خص موسى في الدنيا من بين الناس بكلام، وفيه الدليل على أنه تعالى إذا شاء أن يكلم أحدا من خلقه لم يمنعه مانع، وأنه متصف بالكلام المتعلق بمشيئته دائما. انتهى هذا الباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.